السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على رامي بن سبعيني بسبب عدم تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة ودية التحضيرات التربص اللي كان دايره مع النادي تاعه الألماني، وانكشف النادي الألماني عن موقف لاعبه الجزائري رامي بن سبعيني من المشاركة في مباراة بايرن ميونخ في افتتاح الدور الألماني، وسيكون ملعب بوروسيا باراك مسرح يعني المواجهة النارية الأولى في الدور الألماني بين حامل اللقب ومضيفه بوروسيا. ويسعى بطل ألمانيا في خمس مناسبات يعني لتحقيق المفاجأة أمام العملاق البافاري، ولو أن مهمته لن تكون سهلة في ظل إمكانية غياب عدد كبير من نجومه عن هذه المواجهة. وكشف المدرب الجديد يعني النادي عن تأكد غياب ثنائي المنتخب السويسري بسبب المرض والإصابة، في حين ما زالت تحوم الشكوك حول مشاركة كل من الجزائر رامي بن سبعيني والفرنسي ماركوس توران. وذكر موقع يعني ألماني أن النادي دخل في سباق مع الزمن من أجل تجهيز الدوليين الجزائري والفرنسي، ولو أن مهمته تبدو شبه مستحيلة بحكم عدم تخلصهم بشكل نهائي من إصابتهم. المهم هو غادي بالك يكون كونت بوروسيا دورتموند بارتي الزوجة، وين غادي يكون حاضر إن شاء الله بربي بن سبعيني. نقولوا أنه كان الظهير الأيسر الجزائري تعرض لإصابة على مستوى العضلة خلال المواجهة الودية أمام نادي في مباراة ودية أجبرته على التغيب عن تدريبات فريقه خلال الأسابيع الأخيرة. ويعتبر بن سبعيني لاعب مهم للغاية في تشكيلة، وذلك بحكم قدرته على القيام بواجبات الدفاعية والهجومية على الجهة اليسرى. وسبق للنجم الخضر أن تألق خلال مواجهات التي فاز بها فريقه أمام بايرن ميونخ بنتيجة هدفين لهدف في موسم 2019-2020، حيث سجل ثنائية في مرمى نيير. ويشير إلى أن النجم الجزائري رامي بن سبعيني خاض 59 مباراة مع ناديه الألماني، سجل فيها 12 هدف وأهدى 5 تمريرات حاسمة. نتمنى له إن شاء الله العودة تاعو تكون موفقة إن شاء الله بربي، خاطر العام هذا اللي نحتاجه أنا نحضرو كيما بصح حنا نحتاجوه في المنتخب الوطني الجزائري. مش يلعب يعني وين لعبوا اليوم في الجولة الأولى من الدور الألماني، وشهدت قائمة 18 التي أعلنت نادي بوروسيا غياب المدافع الدولي رامي بن سبعيني، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها في وقت سابق، ولم يستطع بن سبعيني الالتحاق بمباراة الأمس، حيث أنه من المنتظر أن يلعب في الجولة الثانية في أمام باير ليفركوزن، مشي بروسيا دورتموند، باير ليفركوزن لعبوا اليوم ما لعبش. شاهدنا كيفاش كان غياب تاعو. المهم احنا كيما يقولك نحوس على بن اسماعيل باش يكون يعني دائما يكون جاهز للمباريات، يعني المباريات نقولوا باللي المباريات تاع المنتخب الوطني الجزائري ان شاء الله ربي كيما يقول لك. المهم حنايا يكون حاضر في المباراه تاع بوركينا فاسو، خاطر عليه مازال كيما هكا مازال 21 يوم 20 يوم مازالت على ديك. نقولوا بلي تشوف كيفاش كونت بايرن ميونخ مكاشي، كونت بايرن ليفركوزن وين دايرين بلي غادي يكون واجد يكون حاضر ان شاء الله بربي. حنا كيما يقول لك المهم يكون حاضر في المباريات تاع المنتخب الوطني الجزائري، خاطر الغياب تاعو ما يخدمش الغياب تاعو ما يخدمش المنتخب، ما يخدمش كيما نقولوا حنايا
الدفاع تاع المنتخب الوطني الجزائري. هذه باش يكون على بالكم برك كلامك. شاهدنا كيفاش انتهت المباراة بالتعادل هدف لهدف، يعني في افتتاح المباريات تاع الدور الألماني، وين كان غياب بن سبعيني يعني في التشكيلة الأساسية وفي الاحتياط، وما كاش كاين بن سبعيني. على ذلك نقولوا بلي وين انتهت المباراة بهدف لهدف، يعني نقولوا بلي نشوفوا بلي المباريات اللي غادي يلعبهم غادي يكون على حساب التقرير اللي داروه، غادي يكون في التشكيله تاع باير ليفركوزن المباراه الثانيه ان شاء الله بربي. احنا ماذا بينا يكون حاضر ومليحه له، على بالك مليحه له المباريات هذوك يلعبهم، يلعب على الاقل يكون لاعب زوج مباريات قبل التحضير، قبل التربص تاع المنتخب الوطني الجزائري. ان شاء الله بربي احنا نحوسوا كيفاش اللعابة تاعنا يكونوا حاضرين وصعيك في التربص تاع المنتخب الوطني الجزائري. نحوش على حاجة أخرى. المهم كيما نقولوا احنا بن سبعيني خاطش على هذاك فارس وقيل ما راش يلعب. بن سبعيني كمان ما عنده خبرة على فارس، رغم أن فارس يلعب في إيطاليا بصح ما عندوش خبرة كيما تاع بن سبعيني. بن سبعيني راه من 2017 في المنتخب الوطني الجزائري، عنده خبرة في الأدغال تاع إفريقيا، عنده خبرة يعني أمام الأفارقة. على ذلك نتمناو ان شاء الله بربي وين يكون حاضر في المباراه تاع بوركينا فاسو، رغم ان نقولوا حنا واحد من الناس اللي نهضر على بوركينا فاسو خارج جيبوتين اللي ما غاديش تشدنا. كنا نهضروا على بوركينا فاسو كاين بزاف ناس شفتهم كاتبين لي قالوا لي جيبوتي، يا دي جيبوتي يا جماعه، ما جيبوتي يا جماعه ما ديروا. انا واحد من الناس شنو ندير في حسابي، الا نخاف من جيبوتي ما نلعبش، كما نلعبش علاش نروح كوب دي مون؟ الا جيبوتي ندير حسابات علاش نروح نلعب كوب دي مون؟ ما نروحش الا جيبوتي، انا خايفين من جيبوتي يعني ما انا نلعبو في التسعينات ولا ليكيب اللي تجي دينا مشاكل. هادي كاع يزيروا رواحهم يدوا ربعه، كاع يزيروا رواحهم محسوب غادي نعرفوا بلي جيبوتي غادي تجي تلعب في لا ديفونس، تلعب لي كونتر اتاك، هذا مكان تلعب كونتر اتاك وحده ولا زوج اش غادي تلعب. هذه جيبوتي الناس اللي خايفه منها، اش غادي الخطه تاعها باينه، غادي يجوا يلعبوا لك 4-5-1 وصايك ولا 5-4-1 وصايك، باينه خطه تاعهم باينه. وحنا ما عندناش لاعبين اللي ما يعرفوش، عندنا لاعبين عندهم اللي عنده يلعب لك انديفيديال، يلعب لك يدير لك واحد ويدير لك الخاطر يتريبلي طاك طاك يدخل بها يماركي واحده. عندنا ميليو تيران مليح، بن ناصر عاود ولا زروقي عاود ولا اللي عندنا لا ديفونس تاعنا راهي باينه. بن سبعيني ان شاء الله بربي يلعب دو ماتش قبل لا يجي التربص. عندك بن عمري، عندك مالدي، عندك بن سبعيني، عندك عطار، قدامهم زروقي في غولي راه لعب مركابود، عندك بن ناصر، عندك محرز بلايلي بونجه، السوق باين، السوق باين كلش باين. هذه هي رغم تخمن جيبوتي، انا تخمن جيبوتي جيبوتي ما نديرولهاش حساب. جيبوتي غادي نلعبو حنايا، ما حوش ندير حسابات. جا ما بالماضي في التربص اللي فات هذاك تاع اللعب تاع كورتمون، مي ولا يهدر بقى شو عاودو ولو شوفو شو ولا يهدر، ولا يهدر على الكلاسمون ويهدر على كيسموها، يهدر على الماتش دو باراج. هذا مكان باغي ماتش دو باراج يكون روتو هنا في الجزائر وصايك،
كاش يحوس على حاجه وحده اخرى، ما قال لا جيبوتي لا بوركينا فاسو لا النيجر، خاطر عارف القدره تاعه، القدره تاع اللعابه تاعه، وهذه ان شاء الله بربي يكون غير خير يا ربي.